بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، نستكمل في التفسير العلمي لسورة سيدنا يوسف. في البداية أود أن أقول لكم حقيقة يقينية لا شك فيها، أننا إذا تدبرنا آيات القرآن نجد في كل آية معجزة علمية. ونقصد هنا بكلمة معجزة علمية قد تكون معجزة في علم الفلك، في علوم الأرض والبحار والجبال، في علم النفس، في علم الرياضيات والأرقام والهندسة، في علم القانون والتشريع. يعني العلم اليوم، مجالات العلم واسعة جدا. فكل آية من آيات القرآن الله تعالى سماها آية لأنها هي بذاتها دليل ومعجزة وإثبات مادي ملموس على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. من اللطائف العددية في هذه الآية أن عبارة 11 كوكبا، عدوا معي، 11 3 أحرف، 10 3 6، كوكبا 5 المجموع 11. سبحان الله، يعني القرآن استخدم 11 حرفا ليقول لنا 11 كوكبا. إذن هذا من اللطائف الرقمية التي ينبغي أن نتفكر فيها. الشيء الثاني، قيل إن عدد كواكب المجموعة الشمسية هو 11، وهذا غير صحيح أيها الأحبة. يمكن أن نعتبر أن الكواكب الرئيسية بما فيها الأرض هي 10، وهناك كواكب أخرى يعني لا تصنف ضمن الكواكب. ولكن دعوني أتأمل معكم من ويكيبيديا. أول كوكب وهو أقرب كوكب إلى الشمس هو عطارد، وهو كوكب صغير. ثم الزهرة، هذا الكوكب اللامع الذي يظهر يعني صباحا. الأرض، طيب نحن سنستثني الأرض لأن دلالة الآية تقول 11 كوكبا، فضمنيا يعني الأرض غير موجودة ضمن هذه الكواكب، والقمر غير موجود. لماذا؟ لأنه قال والشمس والقمر. إذن عطارد، الزهرة، كوكب الأرض لا نعده، المريخ 3، المشتري 4، زحل 5، أورانوس 6، نبتون 7. الآن حسب ويكيبيديا لدينا 4 كواكب قزمة، وهي بلوتو و هاوميا مكمك وإيريس. يعني أصبح المجموع 11. طبعا أنا لا أعتبر هذا إعجازا، لأن الكواكب التي تدور حول الشمس ليست هي الوحيدة في الكون. في كوننا مليارات المليارات من الكواكب، لأننا في الكون أيها الأحبة لدينا أكثر من 200 مليار نجم، 200 مليار نجم أو مجرة، عفوا 200 مليار مجرة. في كل مجرة هناك على الأقل 100 مليار نجم، وهناك كثير من النجوم لها كواكب مثل الشمس. يعني أصبح لدينا تريليونات الكواكب، وبالتالي لا يمكن
أن نقتصر عدد الكواكب على 11، ولكن أنا لدي هنا الملفت للانتباه أنه لدينا 7 كواكب ما عدا الأرض الرئيسية المعروفة، و4 كواكب قزمة صغيرة بعيدة جدا، يعني لا ترى إلا بالتلسكوبات الحديثة. فهذه 11 كوكبا. المهم، سيدنا يوسف عندما قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب، السجود في زمن سيدنا يوسف كان الناس يسجدون للملك. الملك في ذلك الوقت كان الناس عندما يدخلون يسجدون له كنوع من التقاليد أو العادات. من خلال هذه الرؤية علم سيدنا يعقوب والد يوسف عليه السلام أن ابنه سيكون ذات يوم ملكا، وربط 11 كوكبا بإخوته، لأن سيدنا يوسف أو بالأساس سيدنا يعقوب أنجب 12 ولدا، 12 يوسف ومعه 11 أخ. فسيدنا يوسف هو 1 و11 كوكبا، يعني أخا له، والشمس والقمر الأب والأم. ولكن هنا في آخر هذه الآية سنكتشف شيئا، أو آخر هذه السورة، أن الأب والأم لم يسجدوا لسيدنا يوسف. لو قرأنا دلالة الآية جيدا نجد أنه لم يقل رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، قال رأيتهم لي ساجدين. وغالبا أنه عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي الإخوة وليس الأب والأم. سنكتشف هذا بشكل لطيف في آخر سورة يوسف عليه السلام. المهم أيها الأحبة، أنا لدي هنا في القرآن الكريم ما هو رقم سورة يوسف. لو فتحنا القرآن نجد أن رقم السورة 12، وعدد أولاد يعقوب 12، منهم سيدنا يوسف. يعني تأملوا أن الله تعالى عندما رتب هذا القرآن، وقضية ترتيب القرآن هي بوحي من الله وإلهام من الله وليس باجتهاد أحد، يعني لا يعتقد أحد أن هذا القرآن الذي هو كلام الله أن الله يسمح لأحد أن يرتبه أو يضيف عليه أو ينقطه أو يرقم آياته إلا بإذنه عز وجل. فترقيم الآيات بإذن الله، ترتيب السور جاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن عندما رتب الله ووضع سورة يوسف وضعها في رقم له دلالة، رقم سورة يوسف 12 وعدد أولاد يعقوب 12 بمن فيهم سيدنا يوسف. إذن هذه دلائل علمية أيها الأحبة ينبغي أن نتذكرها ونحن نقرأ هذه السورة العظيمة. طبعا أيها الأحبة، توقفنا في اللقاء السابق عند هذا الحلم، ولماذا نهى سيدنا يعقوب ابنه عن أن يخبر إخوته، وذهب مباشرة إلى السبب الحقيقي، لم يقل له إن إخوتك سيئون مجرمون قاتلون، لا، قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقلنا أيها الأحبة ينبغي على كل واحد منا يتعامل مع الآخرين، يتعامل مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، في العمل، في المدرسة، في الجامعة، في الشارع، أن تعلم أن هناك شيطان يوسوس لهؤلاء الناس،
كما علم هذه الحقيقة سيدنا يعقوب، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني انتبه، لم يحذره من إخوته، حذره من الشيطان، لأن الإنسان عندما يبتعد عن الله تعالى وعن منهج الله يستولي ويستحوذ عليه الشيطان ويسيطر على تصرفاته. لذلك أيها الأحبة، اعلموا دائما إذا كان كنت تعاني من مشكلة في زواجك، مشكلة في بيتك، في أهل بيتك، في أولادك، مشكلة مع أبيك، مع أمك، اعلم أن هناك شيطان، وهذا الشيطان لا يعالج بالعنف. العنف يزيد حضور الشياطين. الشيطان يعالج بذكر الله أولا، بالصلاة، بالصبر، بالإحسان، بالاستعاذة من شر هذا الشيطان. عندك ولد عاق، استعذ بالشيطان، استعذ بالله تعالى من الشيطان، وحاول أن تهدي هذا الولد، واعلم أن الهداية تأتي من الله وليس من هذا الولد الذي لوثته الأيام، لوثته مواقع الإنترنت، لوثته هذه التكنولوجيا الرقمية، هذه التكنولوجيا الرقمية التي لوثت عقول البشر. أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن هناك شيطان هو الذي يسيطر ويتحكم بهؤلاء الناس الذين خرجوا عن منهج الله تبارك وتعالى. فلا نصلح الخلل الذي أحدثه الشيطان بشيء يرضي هذا الشيطان، نصلحه بالصبر، بالصلاة، بالدعاء، بالنصيحة، بالصبر، تحتاج إلى صبر طويل، ونأمل أن يهدي الله مثلا هذا الإنسان السيء. النبي عليه الصلاة والسلام مكث سنوات طويلة وهو يصبر على أذى قريش، وبعدها على أذى اليهود في المدينة، وعلى أذى جيرانه، وعلى أذى المشركين، وأذى المشككين، وبالنتيجة ماذا كانت؟ أن هذا النبي الذي هو واحد نشر رسالة الإسلام لتبلغ 2 مليار شخص في العالم. هذه نتيجة الصبر. لذلك تذكر، يعني أستطيع أن أتعلم من هذه الآية أن نتذكر في أي موقف فيه خلل، أي موقف فيه ظلم، فيه أذى، فيه إساءة لك، تذكر أن هناك شيطان، فدائما ينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه. دخل معك القرآن في القصة مباشرة، كما لاحظنا لا يوجد مقدمات، لا يوجد تمهيد، لم يتحدث عن إخوة يوسف فلان وفلان وهذا عمره كذا وهذا كان يفعل كذا وهذا، لم يتحدث عن الطريقة التي جاء بها يوسف إلى الدنيا، كيف ولد وكيف لعب وكيف كبر، لم يحدثك عن مثلا والدي يعقوب، عن البيئة التي عاش بها. هذا القصص الذي هو قصص بشري يعتمد هذه التقنيات، بينما القصص الإلهي يأخذك مباشرة لقلب الحدث وللعبرة المباشرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الخلل هنا أيها الأحبة من الشيطان وليس من سيدنا يعقوب، لأنهم قالوا، أو بعض الآراء تقول لأنه ميز يوسف عن إخوته فكرهوا يوسف وأرادوا أن يتخلصوا منه. هذا الكلام غير صحيح،
لا ينبغي أن نقول هذا الكلام بحق نبي مثل يعقوب عليه السلام الذي علمه الله، كان اتصاله مع الله مباشرة مع السماء. يأتي أحد ويقول لا يعرف هذا النبي الكريم كيف يتعامل مع أولاده، أو كان يميز ولدا عن ولد، أو يظلم بقية الأولاد، هذا كلام لا ينبغي أن يقال في حق الأنبياء عليهم السلام. سيدنا يوسف كان طفلا صغيرا، وسيدنا يعقوب كان كبير السن، وكان هذا الطفل مثل مواساة له، يعني تقر عينه به، يلاعبه، يلاطفه، هكذا كانت، وليس أنه كان يحبه أكثر منهم. ثم أن سيدنا يعقوب يعلم أن الله سيجتبي هذا الولد الذي هو يوسف، يعلم لأنه قال له وكذلك يجتبيك ربك، يعني يجعلك من المجتبين، من الأنبياء المصطفين الأخيار. فإخوة يوسف يعني كان لديهم نوع من الحسد، حسدوا سيدنا يوسف على هذه المكانة التي منحها الله له، وليس لأن أباهم ميزه أو كان يعامله بشكل أفضل، لا أبدا، دائما مثل قابيل وهابيل. لماذا ابني آدم، لماذا أحد الإخوة قتل أخاه؟ لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فالآخر الذي لم يتقبل الله منه حسد أخاه على هذه المكانة عند الله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. وهنا أيضا حصل ندم في آخر القصة، لأنهم وجدوا أو رأوا أن هذا الطفل الصغير الضعيف في ذلك الوقت لم يتصوروا أن هذا الجب الذي ألقوه فيه سيكون أول خطوة له على طريق الملك ليصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت، ملك مصر. طبعا أيها الأحبة، حاولوا أن يعني يقنعوا أباهم أن يرسل أخاهم معهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طبعا هناك طفل آخر صغير أيضا، وكان هذين الطفلين يعني الأب يلاعبهما لصغر سنهما، بينما بقية الإخوة يعني كانوا أشداء عصبة، يعني كان لديهم قوة وكانوا كبار السن. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. العصبة يعني هي الجماعة القوية المتمكنة. إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان الله، يعني أب هو يعقوب من الأنبياء، من ذرية الأنبياء، هو حفيد سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني جده سيدنا إبراهيم. هذا النبي الكريم يقال في حقه إن أبانا لفي ضلال مبين. هل رأيتم أيها الأحبة أحيانا الولد يكون مخطئا جدا في حق والديه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة مواساة لكل مؤمن، مواساة لكل إنسان لديه ابن عاق. إذا كان سيدنا يعقوب وهو من الأنبياء العظام، أبناؤه قالوا في حقه إنه لفي ضلال مبين، فلا تحزن إذا جاء ابنك ذات يوم وتكلم في حقك كلمة تكرهها، يجب أن تصبر، أن تدعو له بالخير، لا تغضب عليه، لأن غضبك عليه
سيفرح الشيطان. الشيطان هو الذي أضل إخوة يوسف، فلو أن سيدنا يعقوب غضب عليهم لفرح الشيطان، ربما يدخلون النار بسبب هذا الغضب والعياذ بالله، ولكنه صبر وانتظر حتى اعترفوا أخيرا في آخر القصة بذنبهم، واعترفوا بالفعل عندما قالوا لسيدنا يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا. انظروا أيها الأحبة، السجن والجب والفتنة، وتم بيعه سيدنا يوسف، بيع بثمن بخس، دراهم معدودة، يعني 7 دراهم، شيء زاهد جدا، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الإنسان الذي كانوا فيه من الزاهدين سيكون ملكا لأعظم حضارة ودولة في ذلك الوقت. لذلك أخي الحبيب، لا تحزن إذا زهد الناس بك، يجب أن تعلم أن حجمك كبير عند الله، ولك قيمة كبيرة، ولكن حسب علاقتك مع الله. كيف هي علاقتك مع الله؟ كيف عندما تخلو بنفسك، ماذا تخاطب، ماذا تناجي الله عز وجل؟ هل تنتظر لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل تظن بالله خيرا؟ هذا هو ظنك بالله، هو الذي يحدد قيمتك عند الله. فإذا كانت قيمتك عالية عند الله، ماذا يهمك من هؤلاء البشر؟ لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، نتوقف عند هذه الآية الكريمة. في اللقاء القادم نكتشف أسرار علمية جديدة في سورة سيدنا يوسف. فإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.